هل تلتزم إسرائيل وحركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير؟ نقطة حوار بعد قليل. الدلائل الأولية قد تبدو إيجابية فيما يتعلق بترحيب إسرائيل وحماس بقرار مجلس الأمن الأخير الذي يدعم خطة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة. رغم ذلك، من غير الواضح ما إذا كان تنفيذ القرار سيتم بصورة سهلة وفقا لمراحل ثلاث وردت في الخطة الأصلية التي أعلنها الرئيس الأمريكي وقال إنها إسرائيلية. حركتا حماس والجهاد أعلنتا القبول بالالتزام ببنود القرار، ولكن مع إدخال تعديلات طفيفة، أمر فسرته إسرائيل التي هي نفسها قالت إن القرار يسمح باستمرار الحرب، فسرته على أنه رفض من جانب حماس للقرار بمجمله. فما حقيقة موقف الطرفين من عرض التسوية الذي قدمه بايدن؟ وهل تلتزم حركة حماس وإسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة. على الهاتف 00442030375299 على bbcarabic.com، صفحات نقطة حوار على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صفحة الشخصية على منصة إكس @mabdulhamidbbc. قبل أن نعطي مجال للحديث المباشر والنقاش الحي، أريد أن أقرأ عليكم بعض الآراء التي وصلت لفريق البرنامج سواء على منصة إكس أو على فيسبوك، كذلك تعليقا على نقاش اليوم. ممن تواصل معنا كان يحيى الذي انتقد المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، تحديدا اختار فيسبوك للتواصل، وهو يقول إنه هذا المقترح بلا ضمانات لوقف دائم للحرب، خالي من إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل. وفقا ليحيى، هذا مقترح يسكن الشيطان في تفاصيله. أما جواد أبو علاء فيثني على هذا القرار، ويقول إنه القرار هو نصر للقضية الفلسطينية رغم الدمار والإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. رأي جواد بالإضافة إلى آراء كثيرة سنعرضها خلال البرنامج، أريد أن نسمع بعضا منها لاحقا، ربما أقرأ عليكم بعض هذه الآراء. أريد أن أرحب سريعا بمجموعة من متابعينا على تقنية زوم، نادر، زينب، مراد وأسامة، أهلا وسهلا بحضراتكم في نقطة حوار. واسمحوا لي أيضا أن أبدأ بمحاولة للتعرف بشكل أقرب على هذا القرار تحديدا، كيف تم التصويت عليه؟ على ماذا صوت المصوتون أصلا؟ وهل لدينا غموض فعلا في نص القرار أو في الخطة التي قدمت وحظيت بالتمرير في الأمم المتحدة من مقر المنظمة الدولية في جنيف؟ تنضم إلي الأستاذة دينا أبي صعب، الصحفية المعتمدة لدى المنظمة الدولية. أستاذة دينا، أهلا وسهلا بحضرتك. كثيرون يقولوا إن لدينا غموض في الخطة المعروضة، غموض فيما عرض أصلا على مجلس الأمن كي يقوم بتمريره، هل نعرف تفاصيل حقا؟ في الواقع هناك بعض الغموض، وهذا ما دعا روسيا إلى عدم التصويت، ولكن في نفس الوقت عدم العرقلة، باعتبار أن القرار طرح مسألة أساسية ومطلوبة وحيوية بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، هي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين الموجودين داخل غزة. هذا الأمر أو هذه المطالب الحيوية بالنسبة للجانبين طرحت في متن هذا القرار، وهو تحدث عن خطة ثلاثية، طبعا الخطة الأمريكية، وأيضا نعود إلى الرأي الروسي الذي يقول أن هذه الخطة لم تعرف مسبقا على المجلس، وبالتالي كان هذا الجانب ما دعا روسيا لعدم التصويت أيضا. الخطة الثلاثية تبدأ بمرحلة أولى تتحدث عن إطلاق الرهائن بشكل أساسي، عن وقف إطلاق النار أولا، وتسهيل إدخال المساعدات وإطلاق دفعة أولى من الرهائن، ومن ثم في مرحلة لاحقة إجراء عملية تبادل أوسع للمعتقلين الفلسطينيين، ومن الجانب الآخر
عدد آخر من الرهائن أيضا، ومن ثم المرحلة الثالثة تتحدث عن ما بعد الحرب، ما مرحلة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل غزة ككل لكي تستقبل أو تستعيد الحياة شيئا فشيئا. بالنسبة لنقاط الغموض في القرار، هناك بالفعل مجموعة من النقاط، مثلا أذكر منها أن نقطة أساسية هي انسحاب الإسرائيليين من المناطق المأهولة في قطاع غزة. هذه النقطة غير واضحة نهائيا، باعتبار أن الجزء الأكبر من شمال غزة لم يعد مأهولا بالسكان ودمر ولم يعد أصلا مناطق سكنية، ولكن في نقطة أخرى في المقابل يتحدث أو ربما يعوض هذا الخلل بالقول أن لا تغيير في المستقبل للصورة أو لجغرافية قطاع غزة، بالتالي يتحدث عن الجغرافيا المعهودة لقطاع غزة المحافظة عليها وإعادة البناء في المرحلة الثالثة لتشمل كل هذه المناطق. إذن القرار عموما هو قرار إيجابي، ولكن في نهاية الجلسة أعلنت إسرائيل مباشرة ومن داخل قاعة مجلس الأمن أنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار، وأن عملياتها مستمرة حتى تحقيق الأهداف الأساسية لدى، ونعلم أن الهدفين الأساسيين هو إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأيضا القضاء تماما على حماس. بالتالي القرار نفسه لم يتحول إلى التنفيذ حتى الآن بانتظار القرار الإسرائيلي، وطبعا الضغوط الدولية وهي المكمن الأساسي هنا في عمليات التطبيق. هل ستتمكن الدول من الدفع بإسرائيل إلى تطبيق هذا القرار بما يشمله من بنود وقرارات قد لا تكون لصالحها؟ هذه مسألة تحتاج إلى بعض الوقت ربما. طبعا هناك اختبار طويل الأمد دام 8 أشهر لقرارات سابقة ولمطالب أممية سابقة لم تلتزم ولم تستجب إسرائيل إليها نهائيا، من بينها طبعا قرار صادر عن محكمة العدل الدولية وهي الجهة الأرفع القانونية لدى الأمم المتحدة. كذلك الأمر لم تستجب إسرائيل، لم تستجب أبدا لإدخال المساعدات وللمناشدات الإنسانية من قبل كافة المنظمات الإنسانية. بالتالي حاليا نقف أمام قرار لكنه مقيد وغير مرفق بآليات للتنفيذ، باعتبار أن الرفض الإسرائيلي فيما لو استمر، ما هو البديل؟ كيف سيدفع مجلس المشكلة الأمن أستاذة دينا القرار فيما المشكلة أنه ليس رفض صريح، ولذلك أريد من حضرتك توضيح أكثر لهذه النقطة، لأنه كلا الطرفين يقول أنه يقبل بالقرار، لكن في ذات الوقت إسرائيل على لسان بعض المسؤولين تقول أن القرار لا يمنع ولا يشترط أصلا إيقاف الحرب أو لا يتعارض مع استمرارها في عملياتها العسكرية، وحماس توافق صحيح على القرار لكنها تريد إطفاء الكثير من التعديلات. هل ينفي ذلك تماما فكرة الموافقة على القرار من الطرفين؟ في الواقع بالنسبة لحماس والفصائل الفلسطينية عموما وللفلسطينيين إن في الضفة أو قطاع غزة، الهدف الأساسي أو الرغبة الأساسية حاليا إلى جانب وقف إطلاق النار هي إطلاق ما يزيد على 10,000 معتقل لدى إسرائيل. هم معتقلون وليسوا مساجين كما يتم وصفهم عموما حين يذكرون، ونادرا ما يتم ذكرهم. بالتالي عملية التبادل بالنسبة للفلسطينيين يجب أن تشمل مقابل الأسرى والرهائن الفلسطينيين ما يقارب 10,000 معتقل، وهو رقم غير دقيق بكل الأحوال، من الفلسطينيين. القسم الأكبر أو القسم كبير منهم من الأطفال والنساء والمدنيين عموما، هم ليس جميع المعتقلين الفلسطينيين هم جنود أو من القطاع العسكري أو القطاعات العسكرية الفلسطينية، وأيضا تم اعتقالهم تعسفيا من دون اللجوء إلى أي محاكمات. بالتالي هذه مسألة حيوية وأساسية، وقد تكون الدافع الأساسي خلف عملية 7 أكتوبر التي نفذتها الفصائل الفلسطينية. بالتالي حاليا هذا القرار يعني يبقى مبهما بالنسبة لهؤلاء، يقول إطلاق سراح جميع المعتقلين داخل غزة، بالتالي لا نعلم مكان
تواجد المعتقلين الفلسطينيين، وعلى الأرجح هناك بعض المعتقلات المحلية ربما داخل القطاع، ولكن القسم الأكبر منهم هم داخل في الداخل الإسرائيلي. هذه النقطة غير واضحة بتاتا، وهي مكمن أساسي بالنسبة للفلسطينيين قبل الموافقة على أي عمليات تبادل. بالنسبة لحماس أيضا وللفصائل الفلسطينية، هناك مسألة وقف إطلاق النار الدائم. هل هو وقف دائم؟ هذا أمر غير واضح في متن القرار، خصوصا أنه يتحدث عن مراحل تطبيق ثلاثة، تشمل المرحلة الأولى 6 أسابيع يفترض أن يكون خلالها عملية وقف إطلاق النار مستمرة، ولكن المرحلة التي تلي هذه الفترة تبقى مبهمة وغير واضحة. هل ستتم مبادلة الأسرى فيما لو تمت بالفعل وتعود العمليات في وقت لاحق؟ هذه نقطة أساسية بالنسبة للفلسطينيين، يخشون دائما عودة العمليات العسكرية، خصوصا إذا كانت بالعنف الذي حصلت بوتيرة العنف التي حصلت حتى الآن منذ 8 وهذا أستاذة دينا هو أكثر النقاط التي تتخوف منها الفصائل الفلسطينية، وتريد أيضا أن تدفع بمحاولة التأكيد على الوصول إلى ضمانات كافية كي لا يحدث ما تفضلتي وأشرتي إليه. لكن أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة دينا أبي صعب، الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، كانت معي من مقر المنظمة في جنيف. شكرا جزيلا لحضرتك. أريد أن أسمع بعض الأراء كذلك التي تشاركنا الحوار اليوم على تقنية زوم. أبدأ مع أسامة، هو فلسطيني لكن متواجد الآن في مصر. دكتور أسامة أهلا وسهلا بحضرتك. واضح من التفاصيل التي قدمتها لي ضيفتي الآن والتي نتابعها منذ الإعلان عن هذا القرار أنه فيه الكثير من الغموض، لكن هل يضفي هذا النوع من الغموض ربما هالة على الإيجابية التي يمكن أن نحصل عليها من القرار؟ كيف تصنفه؟ كيف تقرأه؟ يعني بداية تحية لك وللمشاهدين، تحية لك وللمشاهدين جميعا. الحقيقة أنه القرار الذي صدر عن مجلس الأمن قبل يومين 27/35، أعتقد أنه جاء في توقيت مهم، وصحيح أنه تأخر كثيرا وهناك مماطلة كبيرة جدا جرت على المستوى الإدارة الأمريكية التي كان يفترض أن تقدم مبادرة أكثر قوة وأكثر جدية من هذه المبادرة. هذا قرار فيه من الإيجابيات والنقاط المهمة، وفيه أيضا من النقاط السلبية التي يعني للأسف الشديد قد تطيل أمد الحرب بدون الوصول إلى وقف إطلاق النار. بمعنى أن وقف إطلاق النار في اللحظة الأولى التي تم إصدار هذا القرار، أنا قرأت كل البنود التي طلع عن هذا القرار. أستاذ أسامة ما زلت معي؟ طيب، حتى يعود إلي أستاذ أسامة مرة أخرى، واضح أنه فقط الاتصال به. أسمع رأي زينب شماس، تحدثني من الخليل على وجه التحديد. زينب أهلا بك، كيف رأيت أنت هذا القرار، سواء بين الغموض المتعلق ببعض بنوده وبين الحديث على أنه يمكن أن يكون انفراج، يمكن أن يكون إيجابي ولو نسبيا؟ هو يمكن أن يكون إيجابي، يعني كما صرحت حماس إنه أو صرح بعض السياسيين المسؤولين إنه يعني رد حماس كان نوع من الإيجابية، ولكن هناك بعض الغموض كما ذكرت، خاصة إنه لا يوجد تحديد ما إذا كان وقف النار سيكون دائم أو مستدام، خاصة من المرحلة الثانية والثالثة، وأيضا لم يتم تحديد من أين سيتم انسحاب القوات الإسرائيلية، لم يتم التصريح عن انسحاب شامل من كامل قطاع غزة وتخوم قطاع غزة، وخاصة معبر رفح ومحور فيلادلفيا، ولم يتم التطرق إلى من سيستلم إدارة معبر رفح أو ماذا بعد انتهاء الحرب أو تحقيق أهداف الحرب. في الحقيقة يعني مجرد التفاوض من قبل الولايات المتحدة وانتظار رد حماس للموافقة
أعتقد هاي بادرة فيها أمل أنه قد يتم تقليل الفجوة بين الطرفين، الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، وأنا أعتقد أنه ستستجيب الولايات المتحدة لطلبات الطرف الفلسطيني والفصائل الفلسطينية بالنهاية، لأنه واشنطن معنية بإنهاء الحرب لإنقاذ سمعة جو بايدن في الانتخابات القادمة. يعني هذا مفهوم، لكن حماس والفصائل تقول أنها تريد تعديلات معينة على هذه الاتفاقية. إسرائيل من جانبها ترى أنه مجرد طلب التعديلات يعني أن حماس ترفض هذا القرار وترفض الاتفاق بالمجمل. أنا لا أعتقد ذلك، يعني والدليل تواجد بلينكين الآن مع في الدوحة، يتفاوضون مع الجانب القطري بخصوص إمكانية سد الفجوات كما قيل، أو تقريب الفجوة بين الطرفين. وأنا أعتقد أنه هناك جانب إيجابي أنه قد يتم الموافقة على طلب حماس بالموافقة على الانسحاب الشامل من قطاع غزة، وتحديد وقف إطلاق نار دائم حتى لو تم تسليم جميع الرهائن بغض النظر عن عددهم إلى الجانب الإسرائيلي. وكذلك كما قالت حماس تبييض السجون، ربما لم تتطرق حماس إلى مصطلح تبييض السجون هذه المرة وخفضت من سقفها، ولكن شرطت أن يتم الإفراج عن لا أعلم عدد من المعتقلين في السجون. هو ليس فقط الإفراج، لكن النقطة التي كانت تقولها أستاذة دينا منذ قليل، فكرة هل هو وقف دائم أم مستدام، الجدول الزمني لهذا الوقف، المناطق التي تصنف على أنها مأهولة من عدمه، يعني الكثير من الألغام كما صنفها البعض داخل هذا القرار. لكن خليني أبحث فيه بشكل أكثر عمقا ربما مع ضيفي عبر خدمة سكايب الذي ينضم إلي الآن من نابلس، الأستاذ سامر خويرة، الصحفي والكاتب الفلسطيني. يا سيد سامر، أهلا وسهلا بحضرتك. حماس تقول أنها وافقت على القرار أو ترحب به بإيجابية لكنها تطلب تعديلات. إسرائيل تقول أنها هي الأخرى وافقت لكنها تقول أن هذا القرار لا يطالبها بوقف العمليات العسكرية. هل نحن أمام إفشال للقرار بين طياته أو بين بنوده عندما نحاول أن نبدأ في تفسيره، أم ما زال في القرار بعض الإيجابية تعتقد يمكن تنفيذه؟ مساء الخير. القرار ولد ميتا، هذا القرار ولد ميتا، هذا فخ جديد أو مراوغة جديدة بنظري نصبته الولايات المتحدة بالتعاون الكامل مع حكومة نتنياهو. للعلم الورقة التي قدمها بايدن تبين لاحقا كما كشفت الصحف الإسرائيلية أن نتنياهو من صاغها وقدمها لبايدن مجرد ليقرأها حتى تظهر وكأنها ورقة مقدمة من بايدن. أقول لك بعد 9 أشهر أو 250 يوم بالضبط على هذا العدوان، الشارع الفلسطيني وصل إلى قناعة راسخة أن من يقاتل حقيقة هي أمريكا لكن بأدوات إسرائيلية. أمريكا اليوم الولايات المتحدة هي التي تقف في وجه أي وقف لإطلاق النار، هي تحاول جاهدة أن تظهر وكأنها تسيطر على المنطقة وأنها كشيخ العرب أو شيخ القبيلة، كلمتها يجب أن تمشي على الكبير قبل الصغير، لكنها اصطدمت حقيقة وصدقا بمفاوض فلسطيني لم يعتادوا على هذا الشكل من المفاوضات. مفاوض فلسطيني متمرس، مفاوض فلسطيني قوي، مفاوض فلسطيني يستند إلى قاعدة شعبية، مفاوض فلسطيني لديه من القوة العسكرية على الأرض، وإن كانت لا تقارن بما تملك إسرائيل لكنه ثبت وصمد طيلة هذه المدة بمفاوض فلسطيني. أستاذ سامر، طيب للأسف فقدت أيضا الاتصال بأستاذ سامر، سأعود إلي أنا واثق بالتأكيد، لكن إلى حين تحصيل التواصل معه أريد أن أعطي مجال مرة أخرى لمتابعينا على زوم. أستاذ أسامة، لا أعلم إذا كنت تسمعني الآن بشكل أفضل وتريد أن تكمل حديثك عن تقييمك لهذا القرار. يعني كنا قد تحدثنا عن أن القرار له إيجابيات وسلبيات، وللأسف الشديد يعني هو ليس قرار وقف إطلاق النار، وأنا قلت من اللحظة الأولى لصدور هذا القرار أنه ليس قرار وقف إطلاق النار، وإنما هو قرار يفتح الباب أمام مفاوضات بلا سقف، وبالتالي ستستمر عملية المفاوضات حتى يتفق الطرفين. لكن لو قلنا أنه قرار بوقف إطلاق النار، معنى ذلك أن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن
أول بند يقوم بصياغته يكتب فيه أنه يتم تحديد ساعة الصفر لوقف إطلاق النار. لم تذكر الولايات المتحدة في فكرة مفاوضات بلا سقف يا أستاذ أسامة؟ ما احنا لدينا بالفعل مفاوضات بلا سقف. بالضبط. نعم، بلا سقف زمني هذا أولا، يعني هناك خلي بالك مرحلتين من المفاوضات. المرحلة الأولى التفاوض على موعد إطلاق وقف إطلاق النار، وهي التفاوض على المرحلة الأولى وقف إطلاق النار، ثم عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم من الطرفين. ولكن المرحلة الثانية هذه ليست مشكلة، لأنه فيها أن هناك مفاوضات مستمرة وسيتم وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات تجري، وبالتالي هذه ضعها جانبا. لكن المرحلة الأولى أنا أتحدث عنها ولم يلتفت إليها أحد. نحن نتحدث عن أن المفاوضات الأولية حتى نصل إلى ساعة الصفر لإطلاق وقف إطلاق النار، يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار يوم مثلا الخميس أو يوم الجمعة أو يوم محدد. يجب أن يكون هناك تحديد من مجلس الأمن الدولي لساعة الصفر التي يتم وقف إطلاق النار فيها. للأسف خلى هذا القرار من أي يعني نص على ذلك. ثانيا، النقطة الثانية في موضوع هذا القرار، تحدثت بشكل واضح عن أن المفاوضات بلا سقف في المرة التالية، يعني بعد أن تبدأ عملية المفاوضات، إذا وصلنا للمرحلة الأولى سنستمر بلا سقف، وبالتالي هذه قد تطيل أمد المفاوضات، تستمر شهر شهرين ثلاثة، وتطال عمر إعادة الإعمار والحياة الإنسانية الصعبة في غزة بلا إمكانية للوصول لأي نتيجة. بس هل سيوقف الحرب أو يضعها على الأقل يعني على استعداد في هذه الحالة، ولا ستستمر بالتزامن العمليات العسكرية أيضا مع ما تفضلت وذكرت؟ يعني هو هذه نقطة إيجابية في نص القرار، أنها تستمر عملية وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات تجري في المرحلة التالية. يعني بمعنى إذا بدأنا في المفاوضات في المرحلة الأولى سنستمر 6 أسابيع وقف إطلاق النار طبيعي، لكن إذا استمرت المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية دون الوصول إلى اتفاق ولكنها استمرت مفتوحة المفاوضات والجولات، نحن نتحدث عن تمدد عملية المفاوضات وتمدد أيضا معها وقف إطلاق النار بلا تأثير على الـ يعني المفاوضات، بالتالي ستستمر عملية وقف إطلاق النار إلى أن تصل إلى اتفاق. وهذا يعني فكرة الوصول إلى يعني تهدئة، ما هي تهدئة مضمونة ولو نسبيا، لكن المشكلة هي الوصول للمرحلة الثالثة. فكرة إعادة الأعمار هذه جزء رئيسي من المشكلة. لكن أنا أريد أن أعود مرة أخرى أستاذ سامر، لأنه أنت معي الآن بشكل جيد، أتمنى أن يصمد الاتصال. كنت تتحدث أن هذا القرار هو فخ، لماذا؟ معلش، يعني مع احترامي للمداخلات، نحن نستبق أو الإخوة المداخلين يستبقوا الأمر وكأنه بات أمر واقع. احنا نعلم تماما أن حماس وافقت يوم 6 أيار الماضي على الورقة. حماس موافقة بشكل كبير على كثير من النقاط، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، لكن المشكلة ليست في التفاصيل، هذه التفاصيل اتفق عليها، المشكلة في النوايا. إسرائيل لا تريد وقف العدوان. أنا أؤكد لك أن كل المعلومات وكل الأدلة تؤكد أن إسرائيل بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية سيستمر هذا العدوان في محاولة إلى خلق نموذج في قطاع غزة يشابه نموذج الضفة الغربية. بمعنى، حتى أشرح لك، الضفة الغربية المحتلة للأسف الشديد مستباحة من الجيش الإسرائيلي. الآن وأنا أحدثك في مدينة نابلس قد يدخل الجيش الإسرائيلي في أي دقيقة، صباحا مساء ظهرا مساء، يقتل يعتقل في جنين في نابلس في طول كرب. النقطة المهمة أن إسرائيل تريد أن تجعل من قطاع غزة منطقة مشابهة، بمعنى أنها لن توقف الحرب، لن تتوقع على اتفاق تلزمها بعدم العودة، تريد أن تدخل في أي وقت تشاء، تريد أن تنفذ ما يسمى بالمطاردة الساخنة، بمعنى أنني أعلم أو أدعي أن هناك مجموعة تريد أن تطلق صواريخ على إسرائيل، أدخل بقواتي وأقتلها، أقصف بالطائرات، أدخل بالدبابات. النقطة المهمة أن هذا يعني أن حماس ستبقى تحت الأرض، حماس لن تخرج إلى العلن، لأن إن خرجت حماس إلى العلن سيتم اغتيال قياداتها، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تخلق نموذجا من خلال إيجاد سلطة مشابهة للسلطة في الضفة الغربية تقود قطاع غزة، إما السلطة الفلسطينية بشكل جديد، إما العائلات، إما العشائر، إما قوة عربية متفق عليها، إما أن تبقى هي، وإن كان الثمن سيكون غاليا جدا وستكون المقاومة جاهزة للرد. وبالتالي غزة
الأمر فيه معقد جدا. أنا قلت جملة وأنا مصر عليها، من يقود الحرب هي الإدارة الأمريكية وأمريكا. أمريكا التي قالت في 7 أكتوبر أن هذه حماس إرهابية ولا يمكن لنا أن نفاوضها، اليوم تفاوضها كما كشف قبل قليل السفير الأمريكي في تركيا في إسطنبول وأنقرة، قال نحن نتواصل مع حماس من خلال الرئاسة التركية. وأؤكد لك أن أمريكا تتواصل مع حماس من خلال قطر، وتتواصل مع حماس من خلال مصر. حماس اليوم لاعب رئيسي لا يمكن لإسرائيل وأمريكا أن تتجاوز. لكن هذا مفهوم يا أستاذ سامر، لكن إذا كان القرار ندرك أنه ليس جيدا أو ليس مثالي بالنسبة للجانب الفلسطيني، لكن إذا كان سيوفر تهدئة، ما سيوفر مناخ ربما قد يبدو ملائما أكثر لفكرة مفاوضات تتحدث عن حل أوسع أو حل أكثر ديمومة وصولا إلى إعادة إعمار، كل ذلك نقاط قد تبدو إيجابية نسبيا، لماذا تعتقد أنه فخ؟ لأنها لا توجد نوايا حقيقية لإنهاء هذا العدوان. إسرائيل بكل التصريحات اليوم وامبارح وبكرة وبعد بكرة سيخرج القادة الإسرائيليين علانية من نتنياهو لسموتريش لبني كفير جميعا سيقولوا سنواصل القتل وسنواصل هذه الحرب. طب اسمه بالمقابل حماس والجهاد قالوا أنهم يؤيدوا القرار لكن يطالبوا تعديلات عليه، ما هو هذا تقريبا يعني أنهم لا يؤيدوا القرار. يا أستاذنا أنا أقول لك إنه الموقف الفلسطيني واضح من 6/5، حماس والجهاد والمقاومة وافقت على هذه الورقة، من رفضها؟ رفضتها إسرائيل. جاءت ورقة جديدة من خلال نتنياهو لبايدن، ورقة جديدة. أيضا أنا أقول لك مواقف أو موقف المقاومة لا يمكن أن يتنازل عن الحد الأدنى من الشروط. الحد الأدنى وقف كامل للعدوان، ما بينفع يرد يرجع العدوان، ما في إمكانية نرد نرجع للحرب، انسحاب كامل. لا يمكن أن ترضى حماس والمقاومة ببقاء جندي واحد داخل حدود قطاع غزة، عودة النازحين إلى بيوتهم وإدخال المساعدات. ثم لاحقا أنا أقول لك موضوع الأسرى كما قالت الزميلة الصحفية قبل قليل موضوع مهم ومهم جدا، وجزء من طوفان الأقصى كان تحرير الأسرى وتبييض السجون، وما تملك المقاومة كما تقول من جنود يمكنها من خلال التفاوض أن تبيض السجون الإسرائيلية، عددهم أكثر من 10,000 وكثير منهم محكومين بالمؤبدات وكثير منهم سنوات طويلة. لكن هذه نقطة لاحقة، هناك نقاط أساسية، بناء لا يمكن أن يقف إلا بثلاثة أعمدة رئيسية، وقف كامل للعدوان. هذا السبب الذي تجعل إسرائيل ترفض الورقة وليست المقاومة. إسرائيل تريد أن تستمر في العدوان. قلت لك إسرائيل تسعى إلى خلق نموذج في قطاع غزة، هذا النموذج لا يمكن أن يتحقق لها بادعاء أنها لا تريد أن يتكرر 7 أكتوبر ولا تريد للصواريخ تخرج. وبالتالي المشكلة للمرة العاشرة ليست لدى حماس والجهاد، ليست لدى الشعب الفلسطيني. الفلسطينيون تعبوا من الحرب، الفلسطينيون قدموا تضحيات لم يكن أحد يتخيل أن نقدمها، لكنهم بالمحصلة لا يمكن لهم أن يقبلوا بأن تعود الحرب من جديد. وهذا أنا أفهمه جدا يا أستاذ سامر، لكن الجانب الآخر أيضا بالمناسبة يقول أن لديه طلبات واضحة لن يتنازل عنها، ولذلك بصرف النظر عن عدالة هذه الطلبات من عدمه بالنسبة للجانبين، لكن هذا قد يعني أن القرار الحالي لن يكون قابل التنفيذ إذا كان كل طرف يقول أنه موافق عليه لكن في نفس الوقت يريد تعديله بشكل أو بآخر. خليني أسمع رأي نادر أرجوك، أستاذ سامر أيضا، نادر يتحدث من الخليل كذلك. أستاذ نادر أهلا وسهلا، رأيك أنت في هذا القرار وفرص نجاحه أن يطبق سواء بشكل فوري أو حتى بعد فترة كما كان يقول لي أسامة منذ قليل، تفضل. يعني مساء الخير. أهلا وسهلا. يعني أعتقد بأن تصويت 14 دولة في مجلس الأمن باتجاه وقف إطلاق النار ومع القرار والرغبة الأمريكية في العبر عنها في المبادرة، هناك توجهات في أكثر معظم الأطراف من أجل إنهاء الحرب، لكن على الأرض الواقع يتكلم، يعني الرغبات شيء والواقع شيء آخر. أعتقد بأن التطورات الأخيرة التي حصلت في سواء في الجانب الفلسطيني أو في الإقليم أو في الداخل الإسرائيلي، انسحاب مجموعة من أركان الحرب في إسرائيل الذين كانوا يعتبرون من القيادات الإسرائيلية التي كانت تدفع باتجاه عكس الأولويات في الجانب الإسرائيلي، انسحاب هذه القيادات سيدفع باتجاه أن يكون مجلس الحرب أكثر يمينية. لذلك أعتقد بأن الواقع يفرض نفسه. حماس تفكر بمنطق الثورة، إسرائيل تفكر بمنطق الدولة بل بمنطق العصابات.
أعتقد بأننا يعني أنا كفلسطيني يعني أتمنى أن تنتهي الحرب من أجل انتهاء معاناة الناس المدنيين، لكن في نفس الوقت أتمنى أن يستمر الصراع، لأننا في نهاية الأمر في معركة تحرر. يعني حركة حماس وحركة الجهاد حركات تحرر، بداية هي حركات تحرر، لكن أعتقد أيضا أن الحرب بتفاصيلها ومعطياتها فرضت على كل الأطراف معطيات جديدة. صحيح بأن قطاع غزة كما يقال عاد إلى العصر الحجري، لقد انتهى كل شيء، تدمر كل شيء، البنى التحتية، المدارس، المصانع، المستشفيات، الكهرباء، الطرق، لكن في نفس الوقت استطاع الفلسطيني أن يعيد إسرائيل إلى الأسئلة الأولى، سؤال الوجود. الآن معظم القيادات إسرائيل تتكلم أن المعركة معركة وجود. سيدي، بس الآن وصلنا إلى نقطة وهي صار لها مدة، لكن مع هذا القرار تم إبرازها جدا في حديث بلينكن. هو يتحدث أنه إذا لم تقبل حماس بهذا العرض اللي تمت الموافقة عليه بشكل كبير من أطراف دولية في مجلس الأمن، هي الملامة في هذه الحالة على طول أمد الحرب، وهي الملامة على الأرواح التي ستسقط بعدها. عزيزي، حركة حماس بالرغم من أنها حركة دينية، إيديولوجيتها دينية، لكنها حركة جهادية تتمتع بقدرة فائقة وعجائبية في التعاطي مع كل الأطراف. هي تمارس السياسة بمنطق برغماتي، هي تقول نعم ولكن هناك متطلبات أساسية. لا تستطيع حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي بعد كل هذه التضحيات وبعد هذا الدمار القبول بصفقة هزيلة وضعيفة. وفي المقابل الطرف الإسرائيلي أيضا بعد 7 أكتوبر أيضا لا يستطيع أن يقبل بصفقة أو بوقف إطلاق النار فيه شبهة نصر لحماس. أنا أعتقد بأن الحسابات دقيقة لكل الأطراف، وأعتقد بأننا دخلنا في مرحلة جديدة وهي حرب الاستنزاف. ربما إن خرج أحد المحللين في الشهر الأول من الحرب يا سيدي وقال بأن الحرب ستستمر 9 أشهر سوف يستغرب الجميع. نحن دخلنا في مرحلة جديدة أعتقد، والتصعيد الذي حصل اليوم في الجبهة الشمالية هو مؤشر على أننا دخلنا في مرحلة جديدة. يعني هناك غرفة عملية الجديدة يا أستاذ نادر، لكن ما المخرج منها؟ هذا سؤال مهم. ولذلك أستاذ سامر، يعني وزير الخارجية الأمريكي عندما يقول أنه تلقى طلبات أو مقترح أو طلبات التعديلات القادمة من حماس والجهاد، ويقول أنه يمكن العمل على بعض هذه التعديلات لكن لا يمكن القبول بالبعض الآخر، ما القادم في المستقبل الأقرب تعتقد؟ هل سيستطيع هذه الأطراف أن تصل إلى تسوية ما؟ لا، للأسف الشديد لا توجد أي مؤشرات بنظري لانتهاء هذا العدوان. بلينكين جاء ليدافع قدر الإمكان عن الموقف الإسرائيلي ويقدم إن صح التعبير شبكة أمان لنتنياهو لاستمرار عدوانه. أقول لك بشكل واضح وصريح، الفلسطينيين قدموا كل شيء يمكن تقديمه. الفلسطينيين كانوا من المرونة بمكان التي فاجأت العالم، وحتى فاجأت إسرائيل نفسها بقبولهم بالورقة في المرة الأولى. وفي المرة الثانية أيضا التصريحات كانت إيجابية. لا شك أن الخلافات الداخلية الإسرائيلية مهمة، لكنها ليست بنظري حتى الآن معيار حاسم باتجاه قبول وقف هذا العدوان. علينا ألا ننسى أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع متجند بنسبة 100% لاستمرار هذا العدوان. حتى اليوم بلينكن أنا بنظري لن يقدم شيء، كلامه كلام ليس نهائيا يدل على أن جاء الرجل ليقف على الحياد أو على الأقل ليكون مهني، جاء ليحمل حماس المسؤولية. للأسف الشديد أقولها بشكل واضح وعبر قناتكم الكريمة أن الموقف العربي ضعيف جدا، والموقف العربي وللأسف قد يكون متواطئ في كثير من الأحيان ويقف ضد الفلسطينيين. مطالبنا يا أستاذي بسيطة جدا، نريد أن نعيش بكرامة بحرية، نريد أن نعيش بعيدا عن هذا الاحتلال. أليس هذا حق بسيط لنا نحن الذين عشنا 43 عام أنا تحت الاحتلال، لم أعش يوما في جو بعيد عن الاحتلال، وآلاف مئات الآلاف ملايين البشر. هذا العدوان الإسرائيلي لن يتوقف طالما بقي مدعوما من الولايات المتحدة بالسلاح. الولايات المتحدة التي تقول أنها مع وقف العدوان ترسل إلى إسرائيل جسرا جويا لا يتوقف من الأسلحة. إسرائيل أمريكا التي تقول أنها ضد هذا العدوان أو تسعى إلى وقفه تمت تنشئ الميناء البحري لتسيطر، تشارك في عملية انصيرات في تحرير الأسرى من خلال قوات كوماندوز خاصة أمريكية. وبالتالي أمريكا بيدها الحل، أمريكا لا تريد أن توقف هذا العدوان،
أمريكا تدعم إسرائيل حتى النفس الأخير، لا شك أنها في ورطة، لا شك أن المجتمع الإسرائيلي في ورطة، لا شك أن المجتمع الأمريكي تغير، لكن حتى الآن ليس هناك دافع حقيقي وإرادة حقيقية لوقف هذا العدوان، وبالتالي الكرة ليست في ملعب حماس وليست في ملعب المقاومة، الكرة في ملعب إسرائيل وفي ملعب أمريكا وفي ملعب المجتمع الذي للأسف الشديد حتى الآن خان كل القيم وكل ما قيل عن حقوق الإنسان، ويرى الأطفال تذبح ولا يحرك ساكنا. كان بالإمكان يتم فرض شروط على إسرائيل، كان بالإمكان أن يتم مقاطعة إسرائيل، كان بالإمكان اتخاذ الكثير من الإجراءات ضد إسرائيل، لكنهم للأسف الشديد لا يفعلوا شيء. أشكرك أستاذ سامي الخويرة، صحفي الفلسطيني كان معي من نابلس، شكرا جزيلا للتواجد معنا. زينب، واضح أنه ضيفي هنا أستاذ سامر لا يرى أن هذا القرار يمكن أن يقود إلى تسوية، بل يستبعد أصلا أي تسوية محتملة سواء عن طريق هذا القرار أو غيره في المستقبل الأقرب. عفوا لم أسمع السؤال، كان هناك تشويش؟ كنت أسألك أنه ضيفي هنا يتحدث أنه لا يؤمن أن هذا القرار يمكن أن يكون مدخل لتسوية ما، ويستبعد أي محاولة للتسوية أو نجاح في التسوية ما بين الطرفين، ما قد يعني أنه أمد الحرب قد يطول، لن ينتهي عبر هذا القرار. أنا لدي وجهة نظر مخالفة للأستاذ سامر مع احترامي، بالعكس أنا أرى أن هناك تغيرات، والدليل على ذلك مشروع القرار الذي تقدمت به لمجلس الأمن وتم تمريره وتبناه مجلس الأمن، وهو وقف إطلاق النار. حتى لو لم يتم تحديد فترة زمنية هل هو وقف نار دائم أو لفترة معينة، يعني هناك تحول جذري في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضية الحرب على غزة. بس هل هو تحول جاد؟ لأنه هو وصفه أكثر من مرة بأنه مجرد فخ من واشنطن. أعتقد أن حماس أو الفصائل الفلسطينية قد تعلمت الدرس من الفخ الذي وقعت فيه فتح في اتفاقية أوسلو. تم يعني معروف إسرائيل معروفة في المراوغة ووضع الفخوخ أو الأفخاخ في الاتفاقيات التي تعقدها مع الطرف الفلسطيني، وبالتالي حماس قد استخلصت العبر من هذا الخطأ التاريخي، وهي تتأنى ويعني تتصرف بشكل حذر جدا تجاه هذه الاتفاقيات، وهي حريصة بتحديد التفاصيل خصوصا وتمضي كما الزمانية والمكانية في هذه المفاوضات بطريقة تكتيكية، لكن هل هذه الطريقة يمكن أن تكون كافية لإنجاح هذه المفاوضات حقا والوصول إلى تهدئة حقيقية؟ هذا سؤال أيضا يمكن أن أطرحه. أريد أن أتوقف مع بعض المشاركات التي وردت للبرنامج أونلاين، ومنها ما قالته لنا أسماء التي ترى أنه موافقة نتنياهو على المقترح الأمريكي الظاهر منها موافقة إسرائيلية، لكن في الباطن نوايا أخرى الغرض منها إسكات وتهدئة الشارع الإسرائيلي. أما محمد فيتوقع نجاح المقترح الأمريكي في وقف الحرب، ويقول أن هذا المقترح قدم خريطة طريق لوقف الحرب، والإدارة الأمريكية أجبرت نتنياهو على قبوله على مضض. أما هزبر فيرى ربما عكس ما يراه محمد تماما، لأنه بالنسبة لي القرار غير ملزم لإسرائيل، لذلك من الواجب أن تتدخل قوات حفظ السلام لمتابعة تنفيذه. أما أحمد أبو ضيف فهو يرى أنه الفجوة ما بين أوهام نتنياهو ومطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من غزة لا تزال كبيرة، إلا إذا استطاعت الولايات المتحدة الضغط عليها. أخيرا على موقع إكس تغريدة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، تقول فيها أنه يجب وقف إطلاق النار لأن أطفال غزة يفقدون طفولتهم جراء الحرب، وتضيف أنه حرمت الحرب
الحرب الأطفال من دراستهم وفرضت عليهم أعمالا شاقة. هم يقضون ساعات طويلة لجمع الماء والغذاء ويحملون أوزانا ثقيلة لمسافات طويلة، وبالتالي هذا ربما يكون مدخل لإنهاء الحرب بطريقة ما. لكن هل يمكن أن يطبق فعلا هذا القرار بالطريقة التي تنجح في إيقاف الحرب رغم المطالبات بالتعديل أو رغم الحديث الإسرائيلي عن الاستمرار في العمليات العسكرية ربما رغم هذا القرار؟ أريد أن أسمع آراء أخرى على زوم، وينضم إلي مراد من كندا. أستاذ مراد أهلا وسهلا بك. للأسف واضح أنه أستاذ مراد لا يتواجد معي، فقط الاتصال معه. لكن أستاذ نادر، إذا كنا نتحدث عن الحل، إذا كان هذا القرار لا يوفر الغطاء الكافي لتهدئة أو الوصول إلى تسوية بما أن البين شاسع في مطالب الطرفين، ما البديل؟ سيدي، الصعوبة في الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء هذه المعركة هو أنه لا يوجد حسم على الأرض. يعني هناك بالمنطق الرياضي هناك تعادل، لا يوجد حسم. الأهداف الكبرى التي أعلنت عنها إسرائيل لم تستطع تحقيق أي منها. نتنياهو الرجل ابن مؤرخ إسرائيلي مشهور، هو لا يريد أن يكتب التاريخ بأنه فشل في منع 7 أكتوبر وفشل أيضا في منع تداعيات 7 أكتوبر. أعتقد بأننا كما قلت سابقا دخلنا في مرحلة جديدة، وهي مرحلة حرب استنزاف، وربما هناك غرفة عمليات في الإقليم تدير هذه المعركة بشكل أوسع، بالإضافة إلى معركة الداخل اللي هي موجودة في غزة. أعتقد بأن ما يجري في الإقليم هو يجب علينا قراءته جيدا، وأيضا التوجهات اليمينية في مجلس الحرب الإسرائيلي هي أيضا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. الأطراف الأكثر اعتدالا في مجلس الحرب هي خرجت من الصورة، والمجتمع الإسرائيلي أصبح مجتمع ثأري لا يفكر إلا في الثأر من الشعب الفلسطيني ومن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. بس الجانب الإسرائيلي يقول صراحة أنه هذه الأهداف موجودة وواضحة وهو ماضي فيها، ولذلك ربما أريد أن أسأل ضيفي عبر سكايب من القدس مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية ينضم إلي الآن. سيد مئير، يعني أريد أن أعرف هل لدينا تضاد أو هل لدينا موقف واضح إسرائيليا؟ لأنه إسرائيل من جانب تقول أنها توافق على قرار مجلس الأمن، توافق على خطة بايدن، لكن لدينا تصريحات واضحة عن استمرار الحرب حتى النصر الكامل. ألا يوجد بعض التضاد في الموقفين؟ مائر تسمعني؟ نعم عزيزي، تحياتي لك. لم أسمع السؤال. سؤالي لك، هل لدينا تضاد في أو غموض في الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا القرار؟ من ناحية إسرائيل تقول إنها تؤيد قرار مجلس الأمن، تؤيد خطة أو عرض بايدن، لكن في نفس الوقت تتحدث عن استمرارها في الحرب حتى النهاية وتحقيق النصر، وكلاهما لا يتسقان يفترض. لا يتسقان في الواقع، لأنه القرار هنا يتحدث من المنظور الإسرائيلي إلى هدنة مؤقتة وليس لوقف دائم لإطلاق النار. من المنظور الإسرائيلي الحرب مستمرة طالما أن هناك حمساوي واحد يتنفس في قطاع غزة. إسرائيل تبحث عن انتصار، إسرائيل لديها هدف استراتيجي تهدف إلى تحقيقه، وهو القضاء على حماس كسلطة كنظام حكم وكميليشيا في قطاع غزة. طالما نحن لم نصل إلى هذا الهدف، الحرب مستمرة. هذه الحرب وعدنت على إسرائيل على الطرف الآخر أن يسلم السلاح المختطفين وقياداته إلينا لنحاكمهم محاكمة عادلة ونعدمهم في إسرائيل. هذه ليست الخطة التي قدمها بايدن بمراحلها الثلاثة. معنى ما تقوله أنه لا موافقة إسرائيليا أو الإعلان عن موافقة هو مراوغة. هو هناك ضغوط تمارس على إسرائيل، تعرف، سواء من الدول الخارج المجتمع الدولي، من الولايات المتحدة، وحتى بعض الضغوط من الداخل. نحن نعتبر أنه المرحلة الأولى من القرار هي جيدة للغاية، وربما نستطيع أن نصل إلى صيغة معينة تسمح بالإفراج عن جميع المختطفين أو إطلاق سراح جميع المختطفين، وبعد ذلك لكل حدث حديث.
بس هو بعد ذلك لن تعطيكم حماس المرحلة الأولى بشكل مجاني، هي أيضا جزء رئيسي وأساسي من هذا الاتفاق، وإذا كنتم تقبلوا بجزء من عرض بايدن هذا لا يعني قبول أو يعني رفض ببساطة. هذا صحيح، يعني أنا أعتقد أنه التناقض هو ليس في الموقف الإسرائيلي، التناقض هو في الموقف الأمريكي نفسه، لأن الولايات المتحدة تقول أنه يجب القضاء على حماس نهائيا، وفي نفس الوقت هي تبدو وكانها تبذل ضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب، فإنهاء الحرب قبل إزالة حماس، فإذا هناك تناقض في الموقف الأمريكي. أنا أعتقد أنه يجب التعاطي مع الواقع بشكل موضوعي وبشكل لا يقبل أن يفهم بطريقة مختلفة. بس لكن أيضا الحسم العسكري أولا ليس بالسهولة الكافية، البعض يقول لا تقوى إسرائيل سواء وفقا للوضع الميداني أو الوضع السياسي الداخلي على الاستمرار فيه إلى ما لا نهاية، وبالتالي أنتم بحاجة لكي تتفاوضوا، والطرف الآخر لن يعطيكم أي شيء بالمجان أو يرضى بفكرة المرحلة الأولى فقط دون الذهاب للمراحل التالية. وفي الواقع هو قبل بهدنة مماثلة في شهر نوفمبر تشرين الثاني، ولكن طبعا الوضع كان مختلف تماما، لأنه آنذاك كان القطاع محاصرا بشكل محكم، وكان حماس تحت الضغط العسكري الكامل، وهذا ما نأمله في المرحلة المقبلة. المزيد من الضغط العسكري سوف يؤدي إلى المزيد من الإفراج عن المزيد من المختطفين، ولكن عامة إسرائيل غير معنية بهدنة إنسانية أو حتى بمسألة تبادل مختطفين بسجناء مجرمين في إسرائيل. إسرائيل معنية بالقضاء على حماس، لكن ترى حماس هي تطالب وقف إطلاق نار ثم تقول أنها تهدد بعدم القبول به. يعني إسرائيل ليست معنية بالرهائن على الإطلاق؟ احنا في إسرائيل غير معنيون باتفاق انبطاحي مع حماس، وإنما بالإفراج أو الإطلاق صراحة أكبر عدد ممكن من المختطفين إذا أمكن، إذا لم يمكن يعني هذه هي الدنيا ونحسبهم شهداء، لكن ليس هذا هو الهدف. لا لا لا، يعني أريد تفصيل أكثر أرجوك عن هذه الجملة، ما الذي تعنيه بإذا هذا إذا أمكن وإذا لم يمكن تحسبهم شهداء كيف؟ يعني من السهل أن تضحي إسرائيل أو تضحي القيادة الإسرائيلية بالموجودين في غزة، هل تعتقد أن هذا أمر سهل سياسيا أو إنسانيا حتى؟ نعم، من الممكن أن نضحي، لأن هناك ما هو أهم من المختطفين هو إسرائيل. هناك في إسرائيل 10 ملايين رهينة صواريخ حماس وأسلحة وتهديدات محور إيران في المنطقة، وبالتالي نعم هذا ربما لن يقول لك هذا متحدث رسمي حكومي أو من الجيش على قناتكم الكريمة، ولكن أنا أقول لك أنه هناك نعم هناك تعارض بين الهدف تحرير المختطفين وهو هدف سامي للغاية، ولكنه ليس هدف استراتيجي، هناك تعارض بينه وبين الهدف الاستراتيجي من الحرب وهو القضاء على حماس، ولكن ربما نتوصل أو ربما تستطيع إسرائيل أن تحقق هدفا ونصف وهو القضاء على حماس وتحرير عدد كبير من المختطفين. يعني إلى الآن لم تنجح في ذلك، لكن حتى إذا افترضنا السيناريو الذي تقوله فكرة أنه الرهائن القوة، يعني خلينا نفترض أن ما تقوله هو سيناريو يمكن أن يمر، إسرائيل قد لا تكترث بالمحتجزين، لا يهمها ذلك، يهمها أكثر القضاء على حماس، لكن هل سيمر الأمر ذلك بسهولة تعتقد في الداخل الإسرائيلي، خاصة مع استقالات تحدث من الحكومة لأسماء بارزة جدا وثقيلة، ومع الضغط الداخلي الذي يمثله أهالي هؤلاء أهالي الأسرى الذين تقول أنهم يمكن أن يذهبوا شهداء؟ لا توجد أسماء ثقيلة وأسماء خفيفة هناك في الحكومة. لا، هناك أسماء ثقيلة وأسماء خفيفة، اسمح لي، بني غانس اسم ثقيل في الحكومة، استقال بسبب سياسات نتنياهو. من استقال؟ بني غانس. بني غانس هو المنافس الرئيسي لنتنياهو، وهو طيب. كان يعني اسم ثقيل إذا من رموز المعارضة في إسرائيل قبل الحرب، وبالتالي طيب. من الطبيعي أنه يريد أن يتهيأ للانتخابات المقبلة ويقوم بممارسة الضغوط على الحكومة لكي تستقيل، ولكن الائتلاف لديه أغلبية واضحة في الكنيسة 64 مقعد، وبالتالي هو لا يحتاج إلى سيد غانس. 64 مقعد ليست أغلبية واضحة، 64 مقعد أغلبية محدودة جدا وضئيلة في دولة مثل إسرائيل
لدي 9 قوائم و17 حزبا في الكنيست، هي اغلبيه كاغلبيه تاريخيه ضئيله ضئيله ضئيله. نصف حكومات اسرائيل، نصف حكومات اسرائيل كان لديها اغلبيه 61 مقعد منذ العام 48، بما في ذلك حكومه رابين التي وقعت على اوسلو. ولذلك 64 مقعد هي اغلبيه تتيح بانه يستقيل شخص وشخصين وثلاثه اشخاص من الائتلاف، وتظل يظل الائتلاف ويستبدلهم بمن؟ يستبدلهم باسماء من اليمين تلقى انتقاد كبير وتفرض عليه ضغوط دولية حتى أنا هذه المرة جدا. صحيح أنا أتفق معك تماما، ولذلك هذا أعتقد لم يكن خيارا موفقا من السيد جانت، لأنه هو لن يسقط الحكومة ولن يضعفها، وإنما سوف يضعف إسرائيل باستقالته هذه، ويحرم الحكومة من كفاءات كفاءة مثله وسيد أيزنكوت كذلك كعسكريين سابقين ومخضرمين. ولكن على أي حال هذا هو خياره. الحكومة في إسرائيل لا يمكن أن تتراجع. الحكومة في إسرائيل هي حكومة منتخبة. نتنياهو لم يرث السلطة عن والده كما هو الحال في أغلب دول الشرق الأوسط، لم يأتي إلى سلطة إسرائيل انقلاب عسكري، هو في سلطة أقل من عامين، وإسرائيل انتخابات ديمقراطية نزيهة، ولا زالت الحكومة تتمتع بأغلبية. فلماذا لا يذهب إلى انتخابات الآن إذا كان هو واثق إلى هذه الدرجة والانتخابات ديمقراطية نزيهة؟ لماذا يخاف أن يذهب إلى انتخابات؟ ولماذا يتمسك بالبقاء في السلطة كما يتهمه البعض لحسابات سياسية فقط؟ في إسرائيل تعرفون دستور، دستور عرفي، قوانين دستورية، قوانين الدستور أساسي. لا يتعارض مع انتخابات مبكرة، قانون أساس الحكومة، انتخابات مبكرة حينما تفقد الأغلبية الثقة أو تحل الكنيست هي بنفسها، ولهذا لم يحدث. الحكومة غير معنية بحال نفسها، بحال الكنيست، والحكومة كذلك لم تفقد الثقة لأن لديها أغلبية، وبالتالي الحكومة هي منتخبة لأربعة سنوات، وهي حتى لم تصل إلى نصف فترة ولايتها. طيب. وسوف تظل حتى نهاية فترة هذه الولاية. الفكرة واضحة. مهير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، شكرا جزيلا. للأسف الوقت انتهى. شكرا لكل من تواصل مع نقطة حوار لليوم. الحديث المباشر انتهى. تحياتي أنا محمد عبد الحميد. إلى اللقاء.